قدامكم ده هو الهدف بتاعنا. ده مبنى عادي في شارع الهرم ماسك نصيتين. الهرم زحمه 24 ساعه والمبنى ده شكله كحيتي. جدع يا است جدع. هو المبنى ده فعلا شكله كحيتي، بس تعرف يا ابو السيد المبنى ده تحتيه كنز. ايه اثر؟ لا اكتر عثرات. المبنى ده يا ابو السيد ما فيهوش فلوس، المبنى ده فيه الفلوس. ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين ما تفسر شويه يا باشا. مطبعه بنكنوت مصر ومخزن الورق اللي بينطبع عليه بنكنوت مصر. وعدم المؤاخذه ده فيه ايه تسرق حضرتك؟ استنى يا تيفا، الراجل ده دماغه عاليه ولازم نعلم معاه. بقول لك يا سيريبكس، هات الحشيش اللي وصيتك عليه. قول يا باشا وسمعنا. والنبي غالي، ده انا قلت هننط على بنك. ننط؟ بقول لك ننط؟ عيب يا سقاطه، انا وعدتكم بعمليه نظيفه. بنك يعني فلوس متعلمه، يعني البوليس يقدر يوصل لنا، يعني ضرب نار وتثبيت وغلبه. تسمح لي انا اشرح لهم؟ قول يا استاذه، احنا واثقين جدا من فصاحتك. التارجت بتاع العمليه وي هاف تو تشينج ورق البنكنوت الاوريجينال والمغلف بانذر نون اوريجينال. ذات ست. ست؟ انت بتقول ايه يا ست؟ هو ده تركي ده ولا هو مش دي نور؟ لا. ولا ده مهند؟ لا. امال مين دول؟ شات اب. استنى ما شفتش الحلقه الاخيره. شوفوا يا رجاله، احنا هنغير ورق البنكنوت الاصلي بتاع المطبعه بورق بنكنوت مضروب من عندنا. ممكن اقول حاجه حضرتك وتسمعني؟ اتفضل يا ستيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه انذار. انذار فيلا زي دي لو حضرتك كلب بس هو من ناحيتها، مش جهاز الانذار بس اللي هيرن، عدم مؤاخذه شارع الهرم كله هيرن. برافو. 6 عساكر في ورديه النهار و10 في ورديه الليل، ده غير اجهزه الانذار والسنسرز. ارحمكم الله. ما كنتش بعطس. سنسرز يعني حساسات. ايه مالكم يا رجاله متلحين كده ليه؟ ولما يكتشفوا الموضوع هو ايه اللي حصل؟ في حاجه نقصت؟ دي رزم الورق زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. وبعد ما نطلع بالرزم على العربيه عدل وطيران على مكان هكون مجهز فيه مطبعه وكل الادوات اللازمه، نطبع نحمل نقسم نصرف نعيش ونتمتع بقى، ولا ايه يا عيال؟ يا جماعه جيم العربيات ده جيم، ده اخر حاجه حد عايز يلعب؟ لعبت عليك نفسك. سوري. بص والصامين بقى ان شاء الله. نبيل طبعا. السريبي ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش. عمليه زي دي محتاجه واد عفريت، لو حد قطره يلبسه. اسوق انا، ما حدش هيعرف يجيبني، فمعيش رخصه. يا ابني هو في حد ذكر توك توك في الموضوع؟ يا باشا احنا مش هنبوظ الطبخ عشان مشيل الملح، سواك عندي. وماله يا سيد؟ تضمنه؟ برقبتي. مين؟